والله الحمد لله وعلى سلامة الأم ديال فاطمة الزهراء وعلى سلامة المغاربة كاملين، حيت فاطمة الزهراء من اختفت ما اختفتش فقط للأم ولكن راه كانت ضاعت المغاربة كاملين. وهذا هو الجميل في المغاربة، هو التضامن، هو التآزر، وهادشي شفناه في عدنان الله يرحمه، شفناه في ريان، شفناه في مريم اللي كانت في زاكورة، شفناه بزاف ديال الأمور اللي كتخلي المغاربة كيوليو يد واحدة. المغرب حرك جبال من أجل الطفل ريان، وأكيد كان غيحرك المغرب كامل من أجل أننا نلقاو فاطمة الزهراء، الطفلة الجميلة اللي داها وحش ادمي. الله اعلم بالنيه ديالو كيفاش كانت، اكيد انها نيه غير صافيه، لان اللي كيقوم ديك الافعال الاجراميه مستحيل تكون عنده نيه صافيه. الحمد لله تم العثور على الطفله فاطمه الزهراء بمساعده ولاد الشعب، بمساعده ابناء القنيطره، بمساعده الامن الوطني اللي كنقولوا ليه تبارك الله عليه وعلى المجهودات. اليوم معنا الام ديال فاطمه الزهراء اللي كنقول على سلامتك، ولكن الام ديال فاطمه الزهراء باقا مصدومه، باقا ما مستوعباش ان البنيته ديالها ما باتتش في الحضن ديالها. السلام عليكم حبيبتي حنان. وعليكم السلام. كيف بقيتي؟ شويه اختي. شنو وقع لك فاطمه الزهراء؟ حنان فاطمه الزهراء لقيناها، مالك بنتي؟ اللهم لك الحمد. شفتيها ولا مازال؟ لا مازال ما شفتهاش، اللهم لك الحمد. بغيت نمشي ما قدرتش نزيد رجليه. زحفوا عليك رجلك. شللتي؟ نعم. كي دوزتي البارح؟ كي دوزت؟ غادا كنحمد الله، جاي كنحمد الله، كنصلي وكنطلب الله، كنصلي وكنطلب الله، هادشي اللي درت. كان عندك احساس ان فاطمه الزهراء غادي ترجع؟ واش نقول لك اختي، كان عندي احساس في الاول، وفاش صافي ظلمات الليل وهداك الشيء، جات الربعه جات الخمسه بنتي ما بانش، ادى الفجر صافي، بقيت كنقول لاختي طالعه مع الدروش، نقول لاختي هذا، قالوا لي راه كان هاز الجنويه معاه، قلت لاختي هذا قرد بنتي ولا واحد شي، لا واحد شي بلاصه. هذا هاز الجنويه مع غير الهضره، الاشاعات ما كايناش شي حاجه اللي هي كتبين انها، لان حتى كاميرات المراقبه ما كايناش شي حاجه فيها سميتها هاز الجنويه. هذاك الشيء اللي قلت، تنقولوا لا طاحت البقره كيقواو الجناوه. هذاك الشيء اللي قلت. بقيتي كتدي وتجيبي كل عقل شنو كاين؟ الليل كامل وانا غادي جايه، كان من دارنا هنا كنمشي، من دار با كنمشي لدار الراجل ديالي، من دار با كنمشي لدار الراجل ديالي. غادا جايه مشيت للغابه في الاول، قلبت حفيانه مخليت في قلبت حيت الصنداله، دخلت حتى للغابه لداخل وتنعيط فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء والو. دخلت لداخل، دخلت قلبت، قال لي وجيرانا راه ما كاينش ليها، خو صاحبتي قال لي راه ما كاينش ليها الاثار. قلت لي صافي يلاه نمشيو عند البوليس. هي هذيك جيت لهنايا وصلني ود خويا، مشيت لابي جي درت ديكلاراسيون، كانوا بالنوار خطبوا بلي خطفوا لي بنتي. واش نقول لك اختي، رجال الامن ما نقول لك شنو داروا، تم قاموا بالواجب كل شيء. المسؤول الكبير جا حضر هذيك الساعه، خمسة دقائق كانت تمايا وسدوا جميع المنافذ والمخارج والمداخل ديال مدينه القنيطره، كل شيء تسد. باقي كاع ما سالوا معايا انا، باقي كاع ما استوجبني هذاك الاخر، صافي خرجوا رجال الامن تيقلبوا. وانت دايره اسوأ السيناريوهات في عقلك، اي حاجه خايبه كتوقعيها لبنيتك. اي حاجه خصوصا فاش تفوج وصافي، قلت بنتي صافي هذا باش يقتل عليا ولا كيدير لي فيها شي حاجه. حيت كنطلب على الله، تنقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، هادشي اللي بقيت كنطلب وكنحمد الله. هذا الملجأ اللي كيكون، تنقول اي حاجه جات ومكتابه مرحبا بها، لا من عند الله مرحبا بها مرحبا بها مرحبا بها. هذاك الشيء اللي بقيت كنقول. الحمد لله تفقتي الصباح، ما فقتيش، ما نعستيش، تطلع الصباح. صليت الصباح لداري ليا، صليت دعيت دعيت الله دعيت الله دعيت الله، جيت ما كامله نص ساعه، جلست هنايا فوق الحصيره هنا، حتى جات شي مرا كتغوت تقول لي نوضي لقاو بنتك في الطوبيس. هادشي اللي كاين اختي. باش حسيتي ملي قالك لقاو فاطمه الزهراء؟ هذيك الساعه جيت نوض رجلي ما قديتش نوض بيهم، شلت بيهم. ولكن كتحسي بروحك رجعات؟ مازال ما شفتهاش، مازال روحي ما رجعاش. قلت لك جيت نوض باش نمشي، حيت رجلي ما قديتش نزيد بيهم، لان انا اصلا مريضه بالسياتيك، رجلي ما قديتش نوض بيهم. ولكن نتيقة انهم لقاو فاطمه الزهراء، ولكن ما غنتيق، قولي لي حتى نلقى بنتي ونعنقها ونعسها في حضني عاد نتيق بها. هذاك الشيء اللي كاين. المغاربه كلهم وقفوا معاك، من طنجه للقويره القرقارات لكل شيء. المغاربه جيراننا بزاف 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 اللي ما نعسوش الليل كامل، الدراري صغار كبار عيالات، حتى واحد ما نعس، حتى واحد ما نعس، كل شيء جيراننا كل شيء، حتى واحد ما نعس، الدراري الصغار حتى واحد ما نعس. وكنشكر رجال الامن وهادشي اللي كاين.
الحمد لله على سلامتك حنان، الحمد لله على سلامتك. بنيتك كانت كتلعب في امان الله حدا دارك، كتطلع عليها مره كنطلع عليها مره وديما كتلعب هنا. عمر شي واحد ما اداها، عمر بنتي ما كنخيهاش من يدي، غاده بها جايه لدرجه انها كنخرج للشوطيه كتقول لي ماما خليني في البيت وسدي عليا وسيري. اي واحد سوليه تيسولوني معروف هنايا. بنتي ما كنخرجهاش معايا، كتقول لي ماما غسدي عليا وخليني، خليني راه الشمس هادي تنخرج صافي. كنتقدى تنقضي الصوالح ديالي كنجي تلقى بنتي تمايا. شكون جابك الخبر البارح بان داها راجل مشبوه؟ البنات الصغار اللي كانت معاهم قالوا لك راه جا واحد دا فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء صافي، انا قالوا لي واحد كحال ولا بسكيط ما كحله، صافي ما صبرتش مشيت تمتم عند خو عند ولد صاحب صاحبتي، قالت لها الزنقه، قلت لها شوفي لي ابراهيم الموطور نمشي للغابه. داني خويا هي ديك السكره مشيت حيت حفيانه في الغابه. ودخلها للحانوت وقال لها تقداي وقال لها شري. دخلهم بالسبعه، عطى البنات درهم درهم شرى لايل ولا خلاه على برا، راه الفيديو باين. يعني اختار شكون اللي غيدي. اختار شكون عيد. واش هي اصغرهن؟ هي الصغيره اللي كانت هي الصغيرة فيهم كاملين وزوينة بنتي تبارك الله. وصلنا شفنا التصاور ديالها غزالة ما شاء الله، والحمد لله على سلامتك وعلى سلامتها. وشكرا للمغاربة كاملين، وشكرا لساكنة حي العلامة، وشكرا لمدينة القنيطرة، وشكرا لرجال الأمن اللي وقفوا. أنت الأستاذة ديالها؟ الأستاذة ديالها جات، الأستاذة ديالها جاو، الجيران جاو، الحباب، كل شيء جا من أجل المؤازرة ومن أجل أنهم يوقفوا ويقلبوا على فاطمة الزهراء. واليوم جاو باش يقولوا لأمها على سلامتك وباش يطالبوا بأقصى العقوبات لهذا الوحش الآدمي. شنو العقوبة اللي تبغيها لهذا الوحش هذا إذا تم إلقاء القبض؟ إعدام هذا اليوم. بنتي غدا دابا بنتي جات سالمة، وغدا بنت أخرى تكون ما خدامة ولا تكون شي حاجة، شنو عجرة لهذ البنت؟ حول ولا قوة الا بالله. البنيته باقا عند رجال الامن بطبيعه الحال. باقا عند رجال الامن، مازال عند خليه التكفل بالنسائي والطفل. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، مره اخرى على سلامه المغاربه كاملين، وردوا البال لوليداتكم، ونعلموا وليداتنا ما يتيقوش في البراني، نعلموا وليداتنا ما يمشيوش مع اللي كان، نعلموا وليداتنا ما ياخذوش الفلوس ما عند من مكان من يكونوا اطفال، لان الطفل كيبقى بريء، الطفل ما كيعرفش الخطوره، الطفل هو ملاك غادي فوق الارض، ما عرفش شكون اللي غادي يضرو وشكون اللي غادي ينفعو. الطفل يقدر يمشي للعافيه وهي ما عرفاش عافيه، ولهذا هذا كيبقى الدور ديالنا اننا تنربيو في وليداتنا ديك النزعه، ما نبوش البراني، ما نسلمش على البراني، ما ناخذش مع عند البراني ولو يكون معايا. واكيد الطفل راه كبرت فيه هذه المبادئ راه ان شاء الله. ما انا تنقول لها ما تبوسي حتى واحد، ما تمشي مع حتى واحد اللي قال لك يلا ما تمشيش معاه. تنفهمها هذا الشيء، غاده كنفهمها، جايه تنفهمها. ما تبوسي حتى واحد، اللي عطاك الفلوس ما تشديهمش، اللي قال لك شي حاجه ما تمشيش معاه. تنفهمها، انا ما عرفتش بنتي كيفاش البارح. طفله راه عندها 5 سنين، راه ما عندهاش مسكينه، ما خاصها حتى حاجه، حتى حاجه مخيره اختي كنشريها لها. اختي راه واخا تكون